نعمة جزيرة. انت يا زفت انت. انت يا بنت انت يا زفت يا محمود انت. ايوه يا سي رمضان. قولي لامي توطي صوت البابور الزفت ده، هو انا عايز اغمض 5 دقايق يا ناس. اهدي. حاضر. ام رمضان. انت يا ام رمضان. سي رمضان بقول لك طفي البابور ده، هو مش عارف ينام. انت يا زفت يا بهيمه انت، يعني انا مش قادر اقوم اقول ليه يا بنت وطي صوت امي. يا بنت امي يا بنت قولي لها في ودني. اهدي. يا استاذ رمضان اصحى. يا استاذ رمضان اصحى. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. الله فيه ايه يا زفت يا مصحي؟ فيه ايه؟ يخرب بيتك بتجعر ليه؟ صوتك بيجيب لي العصبي، ان انكر الاصوات. الفجر ده بقى له ايام، يلا عشان تلحق الصلي، يعني الحق علي. خلاص يا اخويا هنلحق ان شاء الله، خلاص وما تجعرش تاني. يا استاذ رمضان يا استاذ رمضان انت بتجعر ليه تاني يا طور يا اهبل انت؟ ايه يا استاذ رمضان؟ مش انا شغلتي ان انا اصحيك. ايوه يا ابني صحيني اما ابقى نايم، انا دلوقتي صاحي قدامك اهو، ولا انت يعني بتجوت في شغلك معايا؟ ما انا خفت تكون دخلتني عشت تاني. لا يا اخويا ما تخافش. انت رجعت تنهق تاني يا مصحي؟ لا مش انا، دي الحماري. حمارة مين دي يا صبحي؟ دي حمارة الحاجة ام عوض. وراكبها ليه يا صبحي؟ اصلها زي ما تقول كده لقيتها زهقاني ومش طايقه اروحها. ام عوض؟ لا الحماره. ايوه من ساعه ابنها ما غاب عنها وهي عامله زي المتهولي. الحماره دي ابنها غاب عنها؟ لا ام عوض. ايوه قلت بقى خدها مشيها شويه اهو طلعت رزقها. لقمه كده لقمه كده هي وشطارتها. ام عوض الحماره. ايوه يلا الحماره. فهمت صعبان عليك انت حنين، بس ما تخافش الحماره ده عين هتلاقي لها شويه برسيم في الغد اهون او في الغد اهون. الدور والباقي على الغلبان اللي مش عارف يجيب العيش الحافي الصبح عندكم لحم. يلا اصطبحنا واصطبح الملك لله. يلا غرف داهي بقى، يلا غرف داهي. استاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده، اعمل لك همه علشان هنقيم الصلاه. شفت يا رغاي؟ شفت برغيك انت والحماره وام عوض ضيعت عليا ان انا اتوضى. غور امشي. استغفر الله العظيم يا رب.